ويليق بي أيضا بهذه المناسبة لفت انتباه إلى قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع الرايات الأخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا. فللجزائر عالم واحد استشهد من أجله ملايين شهداء وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز السيادة الجزائرية واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية. فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، وعليه فقد تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل تطبيق صارم والدقيق لقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس. الجزائر كانت لازالت وستظل فخرنا وأمانة في أعناقنا، والعلم رمز سيادتنا، والإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والإخلاص خلقنا، والوفاء الوفاء، والوفاء الوفاء، والوفاء الوفاء.